ديال كم كانوا في عدة مراحل كنظن أنكم كنتم متفوقين في الرقم يوميتون لا دازيام بديتوا أقل شوية ولكن رجعتوا في نتيجة عاودين على الدفع ويعني بطبيعة الحال يعني جميع المقابلات ماشي مقابلة ديال التربية عندها واحد النكهة ديالها اللي طابع خاص يعني ماشي كجميع المقابلات كنا عارفين أننا خصنا ندخلوا من الأول مركزين نحاولوا أننا نسجلوا ما يتماركز علينا زاونا فرص أننا باش نقتلوا الماتش ما استغليناهمش هذه هي الكرة الحمد لله أن الدراري واخا جاتهم ضربة جزاء الدراري ما نزلوش يديهم وضاعت بقينا مركزين تجاب الله التيسير سجلنا البيت اللي عطانا ثلاث نقاط تنبغي نشكر الجماهير اللي جات اليوم وسندتنا هنا ولا الجماهير اللي بقات في مدينة الدار البيضاء هدينا لهم ثلاث نقاط تنتمنى إن شاء الله نبقاو غاديين في لاكورس وننافسوا على البطولة إن شاء الله وندير لهم بطولة 20 إن شاء الله.